الرئيس السيسي وأمير قطر يتوافقان على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات في ضوء المصالح المشتركة للبلدين. قمة مجموعة السبع تنطلق اليوم بألمانيا، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وخطر التضخم أبرز الملفات المطروحة. 4 انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف، وموسكو تحذر من تدمير سد بدونيسك وإلصاق تهمة للجيش الروسي. السابعة صباحاً، الخامسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلاً ومرحباً بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لمصر تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كل المجالات. جاء ذلك خلال استقباله أمير دولة قطر بقصر الاتحادية. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بأمير قطر ضيفا كريما على مصر، مهنئا إياه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر. وفي ختام الزيارة ودع الرئيس السيسي أمير دولة قطر بمطار القاهرة الدولي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بأخيه سمو الأمير القطري ضيفا كريما على مصر، مهنئا سيادته إياه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر، ومؤكدا أن هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين. من جانبه تقدم سمو الأمير تميم بن حمد بالشكر لأخيه السيد الرئيس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متقدما بالتهنئة إلى السيد الرئيس بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ومعربا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، خاصة في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر بقيادة السيد الرئيس على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث توافق الزعيمان بشأن ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية، وكذا تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزتها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، والتي أسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية في عدد من المجالات. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكل صورها، وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية،
ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 27 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 551 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 14 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت أكثر من 255 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10269 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 2000 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 51 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 350 طن، وكذلك ضبط 4228 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 18 طن. كما تم ضبط 12 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 47 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2510 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، وتم ضبط قرابة 317.5 طن. كما تم ضبط 114 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 437.5 طن، كما تم ضبط قضيتين في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 42 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 303,205 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 62,254 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4184 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 219 سائقا منهم. كما تم المرور على 146 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 467 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية عدد 4 منهم. كما تم فحص 280 مركبة وتبين صلاحيتهم جميعا. كما تم رفع 406 سيارة و44 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 12,299 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1662 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 2331 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 4870 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 4056 مخالفة ملصقات وضبط 87 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 387 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 85,380 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 69,233,824 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 267 قضية، من بينها 155 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و112 قضية في مجال جرائم المطبوعات.
وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 53 قضية بقيمة مالية بلغت 109,291,300 جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,319 قضية بقيمة مالية بلغت ما يزيد على 2,313,000,000 جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6,857,786 جنيها. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 76 طن مواد غذائية وغير غذائية. كما ضبطت الحملات الأمنية أكثر من 17 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، وكذلك ضبط قرابة 44 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، وضبط 15 طن أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء. أما في مجال قضايا المخابز، تم ضبط 613 قضية من بينها 85 قضية خبز ناقص الوزن و92 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، هذا فضلا عن ضبط قضيتين بمضبوطات بلغت قرابة 3 أطنان قمح محلي في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. قال مكتب رئيس الوزراء العراقي إن مصطفى القاذمي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا عددا من الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأشار البيان العراقي أن الجانبين ناقشا جهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة، وعقد ولي العهد السعودي ورئيس وزراء العراق الذي يزور المملكة العربية السعودية جلسة مباحثات ثنائية ضمت وفدي البلدين. أعلنت الداخلية التونسية القبض على 8 نساء في قرطاج يشتبه في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي. وقالت الوزارة التونسية إن ذلك جاء بعد ورود معلومات مفادها نشوب خلافات بأحد أحياء الكرم الغربي تحول إلى تراشق بمواد حارقة. تنطلق اليوم الأحد أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى بولاية بافاريا الألمانية. وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قال إنه يعتزم البحث مع شركاء بلاده في مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى عن حلول لأزمة الطاقة والتضخم المرتفع.
وأضاف تشولتس أن على بلاده أن تنسق مع دول أخرى حول ما يتعين فعله للتغلب على تلك التحديات، مشيرا إلى ضرورة وقف التغير المناخي الذي صنعه الإنسان عن طريق العدول عن استخدام الطاقات الأحفورية. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إن بلاده مستعدة لتقديم 525 مليون دولار أخرى كضمانات للبنك الدولي لإقراض أوكرانيا في وقت لاحق هذا العام. وعلى صعيد ذي صلة، حض رئيس الوزراء البريطاني قادة مجموعة السبع على عدم التخلي عن أوكرانيا بعد 4 أشهر على بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، متعهدا بتقديم دعم مالي إضافي لكييف. قال رئيس الوزراء الإسباني إن الحكومة الإسبانية وافقت على حزمة من الإجراءات الاقتصادية الطارئة بقيمة تزيد عن 9 مليارات يورو في محاولة لتخفيف التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وصرح أيضا أن هذه الحرب وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية أنتجت حالة من الشكوك تجاه الاقتصاد الأوروبي والدولي والاقتصاد الإسباني، وتشمل الإجراءات خفض الضريبة على الكهرباء من 10% إلى 5% وخفض تكلفة العبور الشهرية ودفع 200 يورو لمرة واحدة للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 14 ألف يورو سنويا والذين لم يتلقوا أي إعانات بالفعل. رصدت كاميرا إكسترا نيوز ردود فعل المواطنين في فرنسا على موجة غلاء الأسعار، حيث أعربوا عن معاناتهم جراء التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية. بكل صراحة، منذ بداية الأزمة الأوكرانية لاحظنا ارتفاع شديد في الأسعار، وخاصة بالنسبة لي كطالبة جامعية، فالوضع يتغير بصورة كبيرة. فكنت عادة أشتري المنتجات الغذائية بعشرين يورو أسبوعياً، أما الآن فممكن تصل إلى 35 و40 يورو لكل أسبوع، أي ضعف المبلغ تقريباً. بالطبع، مع الوضع في أوكرانيا والأحداث العالمية لاحظنا زيادة في الأسعار نتيجة للتضخم، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية وأسعار الطاقة، وأيضا بعض الشركات والمصانع لا تجد المنتجات الأولية، فبالتأكيد نشعر بهذا الوضع الصعب. بالتأكيد نشعر بارتفاع الأسعار خاصة عند شراء المنتجات الغذائية أو فيما يتعلق بالوقود، فكنت عادة أقوم بملء السيارة مرة شهريا، الآن أقوم بتقسيم المبلغ على مرتين أو ثلاث. نشعر بنتائج التضخم وارتفاع الأسعار، ولكن بعض الشركات والمتاجر تستفيد من هذا الوضع. بالنسبة للأسعار في بعض الأحيان يكون الوضع مقبول، لكن في أكثر الأوقات يصبح غير مقبول وغير منطقي. أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تدهور في التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، بجانب الصدمات التي تعرضت لها اقتصادات الدول، دعم ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة. المزيد في العرض التالي نتابع.
سمع دوي 4 انفجارات في ساعات مبكرة من صباح اليوم في العاصمة الأوكرانية كييف، وأصيب مجمع سكني بالقرب من وسط المدينة، ما أدى إلى اندلاع حرائق وانبعاثات سحابية كبيرة من الدخان الرمادي. وأفاد عمدة كييف بأن أطقم الإسعاف وعمال الإنقاذ توجهوا إلى المكان للوقوف على حجم الخسائر. قالت هيئة الرقابة النووية الحكومية في أوكرانيا إن قصفا روسيا ألحق أضرارا بمنشآت للأبحاث النووية في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد. وأضافت الهيئة في منشور على الإنترنت أن القصف أصاب بعض مباني المنشأة والبنية التحتية بالضرر، لكنه لم يؤثر على المنطقة التي يوجد بها الوقود النووي، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع في منطقة القصف الروسي ما زالت ضمن حدودها الطبيعية. قال مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا إن الأوكرانيين يخططون لتفجير سد في كوراخوفا بمدينة دونيسك في وإلقاء اللوم على الجيش الروسي في ذلك. وأشار المركز إنه وفقا للمعلومات المتوفرة فإن الجماعات الأوكرانية المسلحة تخطط في الأيام المقبلة لتدمير السد الذي سبق أن قامت بتلغيمه، مضيفا أنه نتيجة لهذا العمل فإن عددا من البلدات والمناطق المنزرعة والمشاريع الزراعية معرضة للغرق. وشدد على أن نظام كييف وفقا لسيناريو مقرر مسبقا سيتهم العسكريين الروس بإلحاق أضرار بممتلكات السكان المحليين وإتلاف المحاصيل على حد وصفه. سيطر الجيش الروسي بالكامل على مدينة سيفيردونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا. جاءت تلك الخطوة بعد سيطرة القوات الروسية على مصنع أزوت للكيماويات في سيفيردونيتسك، فيما أعلن جيش كييف انسحابه من المدينة وإجلاء أكثر من 800 مدني كانوا قد لجأوا إلى هناك. أسفرت قرعة دور الـ16 ببطولة كأس مصر نسخة 2021-2022 عن مواجهة ما بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والأهلي ومصر والمقصة. نتابع في العرض التالي. يواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز اليوم الأحد في ربع نهائي النسخة القديمة من بطولة كأس مصر. وشهدت قائمة الفريق غياب كل من حمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم وبيرسي تاو وأيمن أشرف وعلي لطفي بسبب الإصابة، فيما عاد للقائمة كل من إليو ديانج وعلي معلول.
عقد ملعب وهران الأولمبي حفل افتتاح منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في مدينة وهران الجزائرية، ومن المقرر إقامة البطولة حتى 5 يوليو القادم بمشاركة 26 دولة. تأهل منتخب مصر للشابات تحت 20 عاماً إلى الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد دور الـ16 بعد فوز ساحق على شابات أمريكا بنتيجة تصل إلى 34-11. هذا ضمن منافسات البطولة المقامة حالياً في سلوفينيا، وبذلك احتل منتخب مصر للشابات المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط ليصعد إلى الدور الثاني بصحبة منتخب المجر المتصدر. وعن حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. نهاية نشرة السابعة، وإليكم أبرز ما جاء فيها. الرئيس السيسي وأمير قطر يتوافقان على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات في ضوء المصالح المشتركة للبلدين. قمة مجموعة السبع تنطلق اليوم بألمانيا، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وخطر التضخم أبرز الملفات المطروحة. 4 انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف، وموسكو تحذر من تدمير سد بدونيتسك وإلصاق التهمة للجيش الروسي. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي، أنا حور محمد، إلى اللقاء.